Hi there, I and my buddy Joe English are sending our regards. Today we continue doing a general test uh, on term one for third year secondary English. Uh, let's share the screen and do that together. Uh, the first part of the test, this is test number four. Uh, we will uh, do the MCQ or multiple choice question. And then in another video, we will do the reading and translation. We start with number one. The new hotel is very, it has 200 rooms and three swimming pools by the sea. So we should say the new hotel is very impressive. Impressive, يعني شيء رائع. Impressive. ليه بقى؟ because it has 200 rooms, uh, في 200 غرفة and three swimming pools. وثلاث مسابح أو حمامات سباحة. يبقى إذا الصفة الصحيحة هنا إن أنا أقول impressive. ما اقولش امبرس ان هي فعل يعني uh, يذهل وimpressed يعني هو المعجب uh, وimpression اللي هو الانطباع لكن impressive يعني شيء رائع يعني يعجب الاخرين يبقى ايه الاجابه الصحيحه طيب نمبر 2 the artist told me that she took from her father who was also a painter يبقى she took يبقى she took inspiration from her father يعني حصلت على الالهام من والدها ان هي تصبح ايضا فنانه و painter يعني رسامه بترسم يعني يبقى inspiration took inspiration from يعني اخذت الالهام من يبقى اذا سي الاجابه الصحيحه طيب ننتقل للسؤال نمبر 3 طارق's grandfather a long illness and is back home after many weeks in hospital عايز اقول ان جد طارق تغلب على مرض طويل يبقى هنا تغلب اقول اوفر كيم. الماضي بتاع اوفركم يبقى اوفر كيم long لونج and اند از باك هوم ورجع البيت بعد ماني ويكس ان هوسبيتال اسابيع طويله في المستشفى. يبقى اذا الاجابه الصحيحه هي دي واوفر كيم هي الماضي بتاع اوفركم. طيب بقيه الخيارات لا لا تصلح overdid يعني يبالغ في كذا اتشيفد يعني حقق تريتد يعني عالج كل ده لا overcame along illness معناها تغلب على مرض طويل طيب نمبر four سيرا از the best for the job she has more experience than anyone else ناس متقدمين لشغل وبعدين بنقول ان سيرا هي افضل عايز اقول المرشحات يبقى از the best candidate اذا ب الاجابه الصحيحه. بيت الخيارات غير مناسبه uh, intern متدربه interview يعني مقابله direction اتجاه كل ده مش ملائم للمعنى سيرا از ذا بيست كانديديت يعني هي افضل مرشحه B طيب نمبر 5 بيقول a job on the website looks very interesting you should for it يعني في وظيفه معلنه في الويب سايت Uh, شيقه يعني شكلها كويس يو شود اي فور ات يبقى طالما ان الوظيفه كويسه يبقى يو شود ابلاي فور ات يبقى سي ابلاي فور ات يعني تتقدم لهذه الوظيفه يبقى سي ابلاي يبقى يتقدم ولاحظ بتيجي بعدها البريبوزيشن فور ابلاي فور سمثينج يعني يتقدم الى العمل او الوظيفه طيب نمبر 6 If you want this job, you need to send your uh, vitae يبقى هي كلمة كلمتين مع بعض Alright احنا كنا بنقول في السؤال رقم ستة uh, If you want to apply for this job If you want to apply for this job number six uh, you need to send your VIT اللي هي curriculum VIT اختصارها بتبقى CV السيرة الذاتية يعني يبقى دي curriculum وبعدها VIT الاثنين مع بعض معناهم السيرة الذاتية. هي اصلا كلمة لاتينية يعني. Okay؟ Yes. يبقى Curriculum Vitae uh, number eight، سوري، uh, uh, اللي هي دي هي الإجابة الصحيحة. طيب، نمبر uh, 7 بيقول: <applause> he uh, leaned over and to my ear, but I didn't hear what he said. يعني عايز أقول هو كده إيه؟ uh, uh, يعني وش وش شخص الشخص في ودنه يعني فهو احنا نقول whispered whispered to my ear كلمة whispered يعني وش وش يعني اتكلم بصوت منخفض يعني اوكي يبقى اذا بي الاجابة الصحيحة بس ايه اللي عرفنا ان هي whispered لانه قال بعد كده I didn't hear what he said انا ما قدرتش اسمع هو قال ايه يبقى ده دليل على ان هو whispered يعني وش وش او اتكلم بصوت منخفض طيب نكمل السؤال رقم 8 نمبر 8 the neighbors were with the noise the dog was making نلاقي ان افضل اجابه fed up كان خلاص فاضى بيهم الكيل مش عايزين مش متقبلين الدوشه اللي بيعملها الكلب اوكي okay. يبقى the neighbors were fed up with وطبعا fed up بيجي بعدها حرف الجر وز معناها شخص غير متقبل حاجه يعني فاضى به الكيل fed up with يبقى دي الاجابه الصحيحه طيب نمبر 9 بيقول Osama worked hard in the summer and has his goal of getting uh, top marks uh, in the exams. اسامه اشتغل بجد طوال الصيف وايه عايز اقول حقق هدفه في تحقيق uh, درجات عاليه في الامتحانات يبقى has achieved يبقى دي has achieved his goal يعني حقق uh, هدفه يبقى has achieved that uh, يعني مضارع تام has وبعدها التصريف الثالث اللي هو achieved يبقى دي الاجابه الصحيحه طيب نمبر 10 Mona's to the family party was to bake some lovely cakes يبقى Mona's contribution الاسهام بتاع منى ان هي كانت هتعمل cakes أه كيكه كويسة يعني او بعض الكيكات يبقى الكونتريبيوشن يا جماعه اسهام مش شرط الاسهام ده يكون اسهام مادي يعني فلوس ممكن يكون اسهام بالمجهود انك هتعمل حاجه هتساعد في حاجه فهي آه الاسهام بتاعها هي هتساعد وتعمل هذه الكيكات يبقى اذا contribution ايه الاجابه الصحيحه. طيب نمبر آه 11 نقرا مع بعض كده by this time next month my parents will طبعا لازم نبقى عارفين ان الاكسبريشن على طول by آه وبعدين زمن مستقبلي يعني بحلول هذا الوقت من الشهر القادم يبقى على طول هستخدم مستقبل تام وتركيبه well زائد هاف زائد التصريف الثالث. هو جايب ويل well اهو يبقى هجيب بقى هاف ستارتد. يبقى الابوين هيكونوا بداوا شركه جديده، يبقى ويل هاف ستارتد اللي هي ايه؟ ذير نيو كمباني شركاتهم الجديده. بقى هنا الاجابه الصحيحه هاف ستارتد. تمام؟ طبعا لان بعد ويل well لازم الفعل دايما يكون في المصدر اللي هو هاف وبعدين التصريف الثالث اللي هو ستارتد. يبقى ايه الاجابه الصحيحه. طيب نمبر 12 Uh, people nowadays no longer believe ancient which used to explain how the world works. يعني الناس هذه الأيام مش مصدقة ال القديمة اللي هي myth، myth يعني الأساطير القديمة اللي كانت بتتكلم عن إزاي العالم بيعمل يعني، يبقى ancient myth. كلمة myth اللي هي بي معناها أساطير أو أشياء خرافية، غير علمية يعني. ليس لها دليل علمي يؤيدها، يبقى ancient myth. يبقى بي. طيب نمبر 13 بيقول لي some of the most difficult uh, situations make us stronger. يعني بعض المواقف اللي هي uh, صعبة بتخلينا أقوى يعني يبقى difficult إيه؟ uh, life changing situations يعني حاجة بتغير مسار الحياة، حاجة صعبة جدا يعني ممكن تخلينا إيه؟ uh, stronger يبقى أقوى. يبقى هنا طالما قال difficult المناسب ليها اللي هي life changing اللي هي سي. مواقف فارقه زي ما بقول هي مواقف فاصله او فارقه يعني. اوكي؟ okay? yes يبقى سي الاجابه الصحيحه. طيب number 14 بيقول uh, whether we get angry about situations or not depends on our on the issue. سواء احنا بنغضب من المواقف او لا يعتمد على ايه عايز اقول وجهه نظرنا من الموضوع او المساله اللي احنا بنبص ليها يبقى اور بيرسبكتيف كلمه وجهه النظر او الطريقه اللي احنا بننظر بيها للشيء يبقى دي اسمها بيرسبكتيف دي يبقى بعض الناس بيقابلوا نفس الشيء واحد بيغضب والتاني لا يغضب ديبيندينج اون ايه بقى ذا uh, بيرسبكتيف الطريقه اللي هو بينظر ليها uh, للموضوع ليه يبقى بيرسبكتيف دي طيب نمبر 15 Uh, we should look for the in every experience we have. يبقى we should look for the moral اللي هو دي. الدرس اللي بنتعلمه يعني من كل تجربه بنمر بيها احنا we should look for the moral اللي هو الدرس المستفاد. تمام؟ Yes يبقى دي الاجابه الصحيحه. طيب number 16 uh, choose the correct option uh, to put the sentence into indirect speech. I'd like to share the Research I have done to find the secrets to achieving my goals. Diet direct, as in Hawaii indirect, أقول, the writer said, دي, he would like, but al Maul, I'd like, he would like uh, to share the research he had done, يبقى, I have done, he how I illeah, he, did have illa had, he had done uh, to find. the secrets to achieving his goals بدل ما اقول my goals اللي هو اللي بيتكلم يبقى his goals يبقى اذا دي الاجابه الصحيحه اهم حاجه في موضوع الانديركت او الغير مباشر ان بحول الازمنه وان ستيب باك ان تايم وطبعا الضمائر هتتحول وفقا للشخص اللي بيتكلم يعني لو شخص هو اللي بيتكلم وانا بعمل له ريبورتنج او هي. لو واحده في ماي بتتكلم أعملها لها ريبورتنج واقول شي لو مجموعه اقول ذي اكتر من واحد يعني طيب السؤال نمبر 17 بيقول: فاتن's uh, trip uh, really enjoyable because she wrote a long blog about it. يبقى عايز اقول must have been اكيد هي كانت enjoyable حاجه ممتعه عشان هي كتبت بلوج او مدونه عن هذه الايه؟ الرحله يبقى must have been انا بعمل deduction او توقع بناء على الحاجه اللي حصلت بعد كده تمام؟ يبقى must have been الاجابه الصحيحه لانها كمان في الماضي. طيب السؤال 18 بيقول: which of the following is structurally correct؟ انهي واحدة التركيبة بتاعتها صح؟ هلاقي إن A my friend told me that he had obtained a new job in the new administrative capital. تمام؟ يبقى ديت هي الإجابة الصحيحة. لو نلاحظ هي التركيبة الصحيحة وهي جملة خبرية فيها يعني reporting بعمل indirect speech وفي الآخر full stop. بقى دي الإجابة الصحيحة طيب number 19 we all choose the correct option uh, to put the sentence into indirect speech عايز الجملة خليها إلى أحولها إلى الغير مباشر الكلمة بقى الجملة اللي هي إيه؟ Mark McCormack said divide your objectives into smaller steps divide your objectives into smaller steps يبقى هلاقي ان سي مارك told مي تو ديفايد عشان ديت أه حاجه امريه او imperative ديفايد يبقى تو ديفايد my objective طبعا يور هتبقى my objective into smaller steps وبعدين احط فول ستوب يبقى سي الاجابه الصحيحه لو انا بعمل ريبورتنج لفعل امر اوردر او imperative بقول تو هي تولد مي تو وبعدين بكمل والضمائر وب... برضو بدل ما هو بيقول لي يور كذا يبقى اقول ماي كذا وفي الاخر بحط فول ستوب طيب سؤال 20 بيقول The village streets are muddy because it all night شوارع القرية كانت مليئة بالطين ليه بقى because it has been raining all night الدنيا كانت بتشتي طوال الليل يبقى has been raining يبقى اخترت زمن المضارع التام المستمر عشان الحاجة متكررة اتكررت كتير طوال الليل يبقى has been raining سي الإجابة الصحيحة طيب 21 the novelist an award for his last collection of short stories a week ago. يبقى الكاتب عرض جائزة على الكوليكشن بتاعت القصص القصيرة بتاعته الأسبوع الماضي. يبقى offered على إن إن ago ديت تدل على الماضي يبقى جيب offered في الزمن الماضي البسيط. Offered an award يعني عرض مكافأة يعني. يبقى be offered an award for. يبقى ديت الإجابة الصحيحة. طيب نشوف السؤال 22 my assistant my instruction he did the opposite المساعد بتاعي عايز يقول ما فهمش او لا يستطيع ان هو يفهم التعليمات بتاعتي وبالتالي هو عمل عكس اللي انا بقول يبقى can't have understood عايز اقول لم يفهم اكيد ما فهمش التعليمات اللي انا اعطيتها له عشان كده he did the opposite عمل العكس يبقى can't have understood. B الإجابة الصحيحة. طيب 24 <applause> most of the plays by Shakespeare were translated to different languages. معظم الروايات المسرحيات اللي كتبها شكسبير أو المكتوبة بواسطة شكسبير يبقى أقول written by يبقى written by دي تركيبة مبنية للمجهول اللي هي كان قصده يعني the plays which were written by بس which were ديت محذوفة عشان هي مفهومة يعني. اوكي okay. يبقى uh, كلمه الوصل محذوفه يبقى هنا اقول written by Shakespeare يبقى سي الاجابه الصحيحه طيب uh, 25 which of the following is structurally correct انهي واحده uh, تركيبه صح it is such an interesting poem comma that I read it many times اوكي okay. يبقى نلاقي ان 25b الإجابة الصحيحة. It is such an interesting poem that I read it many times. طيب، 26 اللي هي B، number 26. Uh, there is a bread left. It isn't even enough for just one person. Uh, there is little bread. على أساس أن the bread هي غير معدود، uncountable. فبختار little. تمام؟ There is little bread. وبعدين it is not enough, it isn't even enough for one person ولا يكفي حتى شخص واحد. اوكي؟ okay? طيب 27 بيقول uh, the following is part of a or an essay. الجزء ده جزء من ايه؟ uh, اختار يا طيب. اما persuasive uh, للاقناع او opinion مقاله راي ولا narrative uh, سرد بي, بيحكي احداث سابقه او descriptive وصف. it was my first day on the new job, I was sitting in a badly furnished office, the moment of this asked me يعني كله حاجات في الماضي بيسرد أحداث يبقى على طول ديت they started asking me أول حاجة it was في الماضي, I was sitting في الماضي, they started في الماضي يبقى دي بيتكلم عن حاجات I felt terrible أو terribly يبقى كله بيتكلم عن حاجات وأحداث يبقى narrative حاجة سردية بيسرد حاجة حصلت ليه ومعظم الأزمنة في الحالة دي بتبقى في الماضي سواء ماضي بسيط أو ماضي مستمر أو ماضي تام يبقى دي كلها خاصة بالـ narrative essay يبقى مقالة سرد اللي هو بيسرد أحداث ماضية أو بيتكلم على أحداث ماضية طيب 28 which of the following is part of an argumentative essay on the importance of libraries يبقى argumentative بتقول الرأي وبتحاول تقول الرأي والرأي مثلا الآخر ويتكلم عن أهمية libraries يبقى هي في الحالة دي تسي نقرأ بيقول in my opinion it would be a serious mistake to replace libraries with tablets first digital books uh, and resources are associated with less learning and more problems than print resources يبقى دي حاجة argumentative واحد بيقول uh, argument او بيعرض حاجة ونقاش وبيناقش بقول افكار ويبقى ديت argumentative خاصة بال argumentative اسيب اسيب طيب سؤال uh, كده هيكون اخر سؤال بالنسبة لي multiple choice الجزء القادم ان شاء الله من الفيديو هنخصصه لي reading comprehension و translation if you have any question please write them in the comment section And I will see you in the next one. Thank you.